بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم في بوضوح. محدش بقى فاهم حاجة من أول ما أعلن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ترشحه للرئاسة، واللي قلنا إنه مرشح محسوب على الثورة ومدني، وطبعاً ده شيء إيجابي. الدنيا قامت وما قعدتش، اللي كان بيدعم حمدين في الانتخابات اللي فاتت دلوقتي بيدعم المشير السيسي، واللي كانوا بيدعموا المشير السيسي من شباب تمرد دلوقتي بعضهم هيدعم حمدين صباحي. والشباب اللي كان عاوز مرشح مدني بيهاجموا حامدين، والبعض بيقول ان هو نازل ديكور انتخابي. وفي كلام عن نزول مرشحين سابقين زي خالد علي وابو العز الحريري، وتاني حنقع في نفس الغلطه. تفتيت اصوات وانتقادات من غير ما حد يقول لنا ايه البديل، او هو عاوز ايه. وسط ده مفيش غير الغلابه المصريين اللي قاعدين يتفرجوا. ويستنوا الرئيس القادم اللي بالنسبة لهم هو المنقذ اللي حيحل كل مشاكلهم حيوفر لقمة العيش وحيدعم أمانيهم وده اللي هم عاوزينه مش فارق معاهم بقى حكم عسكري ولا دولة مدنية ولا حتى إسلامية لقمة العيش هي اللي حتكون صاحبة الكلمة النهائية واللي بتمنى إن الجميع من المرشحين إن هم يفكروا فيهم ويحققوا أحلامهم اهم من كرسي الرئاسه اهم من كرسي الرئاسه اننا ما نشوفش ناس بتاكل من الزباله ولا اطفال بيبيعوا دمهم عشان لقمه عيش ولا مريض بيموت لانه مش لاقي علاج وربنا يهدي مصر ويرزقها بحاكم صالح ليه توضيح عايز اوضحه كنا اذعنا في حلقه امبارح تقرير جميل جدا عن انسان بيعيش في منطقه الضبعه الحقيقه هذا التقرير احنا كنا قلنا الاسماء بس الاسماء اللي نفذت هذا الفيلم الجميل احنا قلناها على سبيل الخطا ودون قصد لكن عايز اشكر المبدعين الحقيقيين اللي عملوا هذا التقرير وهم عصام حماد عمر واحمد علاء دول طلبه كانوا دلوقتي اتخرجوا بقى معيدين وهم كان ده مشروع تخرجهم من جامعه فرسور بالإسكندرية وكان عاملين مشروع التخرج بتاعهم اسمه مواطن على الحدود وكان تحت إشراف الدكتورة دورية شرف الدين أنا يعني بهنيهم على هذا التقرير الجميل وأتمنى أن كل الإعلاميين وكل طلبة إعلام أي حد عنده فكرة جميلة مشروع جميل تقرير جميل عاوز يقدمه عشان نزيعه في بوضوح طالما بيمس المهمشين والفقراء احنا تحت أمرهم يبعده في بوضوح وإحنا هنزيعه فورا وأنا بكرر تقديري ليهم وشكري ليهم على العمل الجميل اللي هم قدموه النهاردة عندنا مناظرة مهمة جدا مناظرة ما بين المؤيدين لترشح المشير السيسي ويتحدث بالنيابه عنهم احد اعضاء حركه التمرد والمعارضين لترشيح المشير السيسي ويتحدث عنهم احد اعضاء المتحدثين بحزب مصر القويه بعد الفاصل دلوقتي ميعادنا مع تاني مناظرات برنامج بوضوح اللي هنقدمها لكم بشكل مستمر كل اسبوع ان شاء الله وموضوعها المؤيدين والمعارضين لترشح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهوريه النهارده معانا شخصين على طرفي النقيض الاول الاستاذ مصطفى السويسي المتحدث باسم حركه تمرد استاذ مصطفى اهلا بيك اهلا بك أحد قيادات حركة تمرد التي جمعت ملايين التوقيعات على مستوى الجمهورية لسحب الثقة من الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الحركة من أبرز الداعين لثورة الثلاثين من يونيو. شاركت الحركة في المؤتمر الذي عقد في الثالث من يوليو لإعلان خارطة المستقبل. ودعمت حكومة الدكتور حازم الببلاوي وحصلت على مقعدين بلجنة الخمسين التي وضعت دستورا جديدا للبلاد ثم ابدت حركه تمرد ترحيبها بتعديل خارطه الطريق لاجراء الانتخابات الرئاسيه اولا لكنها انقسمت حول مرشحها في الانتخابات حيث اعلنت الحركه دعمها المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه بينما رفض طيار مؤثر داخل الحركه هذا التوجه واعلنوا دعمهم لحمدين صباحي الذي اكد بالامس خوض سباق الرئاسه ومعانا ايضا الاستاذ فكري نبيل عضو المكتب السياسي لحزب مصر القويه اهلا بك استاذ فكري اتفضل فكري نبيل عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية الذي كان من أبرز الداعين للتظاهر في الثلاثين من يونيو الماضي ضد الرئيس السابق محمد مرسي ولكنه رفض كل ما تبعها من خطوات بدايه من اعلان خارطه طريق المستقبل السياسي في الثالث من يوليو وحتى اليوم. وحشد حزب مصر القويه لرفض الدستور في الاستفتاء الذي اجري في يناير الماضي بدعوى انه يؤسس لدوله عسكريه ووصايه من جانب القوات المسلحه على المؤسسات المنتخبه. لكنه تلقى صدمة بالغة حينما أظهرت النتائج أن أقل من ثلاثة في من المشاركين في الاستفتاء فقط أيدوا موقفه ورغم معارضته لخارطة الطريق إلا أن الحزب قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قد يخوضها رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في مواجهة المشير عبد الفتاح السيسي كل واحد منهم ليه انتمائه ومواقفه خصوصا فيما يتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسه. احنا النهارده هنعمل مناظره بين الطرفين هنستمع الى وجهتي النظر بشكل محترم ومتزن وفق القواعد والمعايير اللي هنعرضها على حضراتكم وارجو من الطرفين الالتزام الكامل بهذه القواعد حتى نخرج من هذه الحلقه وقد عرض كل منكما وجهه نظره دون تدخل من احد. القواعد العامة أولًا عايز أقول إن إحنا المفترض بنوجه ثمان أسئلة لكل واحد من حضراتكم. في البداية كل واحد فيكم في دقيقتين بيشرح وجهة نظره، لماذا تؤيدون ترشح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب الرئيس؟ لماذا تعارضون ترشح المشير في منصب الرئيس؟ ثم نبدأ المناظرة وفي نهاية المناظرة لكل منكم له حق التعقيب على كلام الآخر. في حدود دقيقه واحده فقط وفي النهايه لكل منكما الحق في توجيه سؤال للطرف الاخر والرد سوف يكون ايضا في دقيقه واحده من حق كل واحد ان يطلب نقطه نظام اذا خرج الحوار عن موضوع السؤال وخاض في امور شخصيه موافقين موافق. طيب من القواعد ان احنا ايضا بنسالكم تحبوا مين يبدا فيكم ولا نعمل طصه عشان نشوف مين يحب يبدا تحبوا ايه خلاص مصطفى فيش مشكلة تبدأ أنت الأول؟ أبدأ أنا طيب. نبدأ إذا بالأستاذ مصطفى السويسي والسؤال الأول أستاذ مصطفى أنتوا ليه بتأيدوا ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟ طيب هو إحنا حركة تمرد من البداية خرجت من من وسط جموع الشعب المصري وكان الشعب المصري بقطاعات واسعة منه آه شريك آه شريك في حركه التمرد من بدايتها ايام ما كنا حمله تمرد لسحب الثقه من الرئيس محمد مرسي آه احنا بنقول ان احنا أه ما زلنا وسط الشعب المصري ما نقدرش نخاصم وجدان الشعب المصري زي ما زي ما بناكد في كل بياناتنا أه قطاعات عريضه من الشعب المصري بتؤيد المشير عبد الفتاح السيسي أه هو كمواطن حقه انه هو يترشح لانتخابات الرئاسه أه زي اي مواطن اخر احنا ما ينفعش نحجر على رايه في الترشح شايفين انه هو رجل المرحله الحاليه أه اثبت ده يوم 3/7 لما اقر عزل محمد مرسي يوم التفويض يعني حتى اثبت أنه هو على غير رغبه الاداره الامريكيه واثبت ان قرار مصر فعلا من راسها ومفيش تبعيه امريكيه زي ما كان موجود الاول يمكن حته التبعيه دي هي دافع قوي بالنسبه لنا ان احنا نأيد عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهوريه شايفين ان في خطوات فعلا وفي كلام بيتقال او في يعني حاجات معلنه بنشوفها مؤخرا آه انه في شخصيات زي الدكتور عبد الله السناوي والاستاذ هيكل والدكتور عبد الحليم انديل بيعدوا له البرامج بتاعه هم اللي بينظروا له وهم اللي بيطلعوا يتكلموا باسمه فده شيء كويس المشير عبد الفتاح السيسي قال انه آه مفيش عوده لما قبل 25 يناير ولا عوده لما قبل 30 يونيو فده بي يعني بيخلي عندنا ارتياح برضو ان المشير عبد الفتاح منحاز للثوره زي ما انحاز لها في 30 يونيو يعني دي دوافع قليله يعني نعم شكرا السؤال الان للاستاذ فكري هو انتوا ليه ضد الترشح المشير السيسي مع ان حزب مصر القويه ورغم ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القويه ايضا اشاد بنزاهه المشير الماليه وقال انه من حقه الترشح في انتخابات الرئاسه اتفضل يا في عده اسباب تجعلنا كحزب مصر القويه في ندعي اننا في قلب هذا الوطن وفي قلب هذه الثوره وحريصين على الا نخذل الوطن والا نخذل الثوره من هذه المنطلقات هناك مجموعه الاسباب تدعونا لرفض فكره ترشح المشير السيسي أولهما مقام في 3 7 ما تم في 3 7 من جهه المشير السيسي في حال ترشحه لرئاسه الجمهوريه يعتبر انقلابا لرغبته في السلطه وليست انقلابا لانحيازه للشعب كما ادعى ذلك في في بادئ الامر، لا سيما ان مطالب الشعب في 30/6 كانت انتخابات رئاسيه مبكره ولكن 3/7 جاءت بخارطه طريق رفض المشير السيسي ورفض من كان معه ان تعرض على استفتاء للشعب، فبالتالي ترشحه يعني بوضوح ان 3/7 كان انقلاب لرغبته في السلطه. النقطة الثانية أن المشير السيسي نفسه هو الذي أكد ذلك وهو الذي قال أنه لن يسمح لأن يكتب التاريخ أن القوات المسلحة المصرية قامت بانقلاب طمعا في السلطة النقطة الأهم أن احتياجات المرحلة للبلاد في هذه الفترة نحتاج إلى رئيس يتوافق عليه كل طوائف الشعب المصري لا يمثل رمزا لأحد طرفي النزاع يعني رفضنا لترشح حد من التيار الإسلام السياسي او من جماعه الاخوان المسلمين هو نفس رفضنا لترشح المشير السيسي لانه بيمثل احد الاقطاب المتصارعه اللي هتستمر في حاله الاستقطاب اللي موجوده في المجتمع اللي كان من نتيجتها ان احنا شفنا اهدار حق الحياه. النقطه اللي لازم نؤكد عليها ان منذ تولي المشير السيسي المسؤوليات ومن اتى بهم نلاحظ فشل في اداءات السلطه، فشل في تامين سيناء ومنذ ان ادعى انه سيبدا الحرب على الارهاب نجد توسع في موجه الارهاب، توسع في موجه العنف، ازدياد مساحه من الانفجارات، وازدياد مساحه من الانفلات الامني، مما يدل ويرصد فشل في كل الاداءات لا يشجعنا اننا ناخذ الخطوه دي لترشحه. النقطه الرابعه وهي الاهم. عفوا وقتنا انتهى، السؤال الثاني للاستاذ مصطفى السويسي من حركه تمرد، يعني انت وزملائك من حركه تمرد الاستاذ محمود بدر كنتم. ممن يرددون دائما شعارات يسقط يسقط حكم العسكر صحيح. وتم القبض عليكم اثناء حكم المجلس العسكري دلوقتي موقفكم اتغير تماما هو ايه اللي حصل وليه غيرتوا رايكم اتفضل. طيب هو الموقف اختلف تماما الاول كان بيحكم 19 قائد في المجلس الاعلى للقوات المسلحه آه وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو المكلف باداره شؤون البلاد النهارده احنا وضعنا خريطه الطريق بمشاركه الشعب المصري خريطه الطريق آه بتقر ان رئيس المحكمه الدستوريه العليا هو الرئيس الشرفي والرئيس المؤقت للبلاد وهناك حكومه هي التي تدير البلاد آه النهارده ما فيش مجلس عسكري بيحكم آه المشير عبد الفتاح ما هو الا وزير دفاع آه في هذه الفتره الانتقاليه أعتقد إنه من الشجاعة إن احنا نغير مواقفنا بتغير الظروف وقت المجلس العسكري كان المجلس العسكري هو الإدارة السياسية وضع نفسه في في موقع النقد كان من حقنا ننقده ومن حقنا إن احنا نعترض على قراراته خصوصاً إن هو أساء وأخطأ قبض علينا في عهد المجلس العسكري لكن ما كناش ضد الجيش ما كناش ضد وما كناش مع إن الجيش يهدم زي ما في اتجاهات أه موجوده دلوقتي زي جماعه الاخوان المسلمين بتنادي بسقوط الجيش المصري وبتقول ان ده جيش أه جيش قامع وجيش قاتل أه وكل الحاجات اللي احنا بنسمعها حاليا، الموقف تغير تماما زي ما قلت ان مش المجلس العسكري هو اللي بيحكم دلوقتي واذا كان في تغير في موقفنا فده انا بعتبره شجاعه أه لان النهارده المصريين اللي هم فرضوا على المجلس العسكري حتى ان هو يعجل بالانتخابات الرئاسيه اللي جابت محمد مرسي هم نفسهم اللي دلوقتي مش بيقولوا يسقط حكم العسكري وشايفين اللي موجود حاليا مش حكم عسكري. فدي مش ده مش راينا احنا لوحدنا ده راي المصريين كلهم شكرا للإجابة السؤال الثاني الأستاذ فكر نبيل عن مصر القوية البعض بيقول أن حزب مصر القوية فقد شعبيته وأن مواقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كانت متناقضة وأن دخل الحزب في موقف ضعيف حتى في أوساط الإسلاميين إيه ردك؟ حزب مصر القوية بالأساس بدأ حزب لكل المصريين ليس حزب للإسلاميين أو لغير الإسلاميين حتى إحنا رفضنا ان نعرف على اننا حزب ينتمي للتيار الاسلامي او حزب الاسلاميين قبل ان نتحدث عن الحزب فقط شعبيته او لا خلينا نشوف ترجمه المواقف على الارض وهل هذا ما يريده المصريين ولا لا ولا يمكن الحديث عن شعبيه حزب قبل ان يخوض هذا الحزب انتخابات حره ونزيهه لا ارى اي تخبط او هذا الذي يقال انه تناقض في مواقف الدكتور عبد المنعم الدكتور عبد المنعم بصفته رئيس الحزب كان اول من دعا لانتخابات رئاسيه مبكره بعد التقييم الذي اظهر فشل اداء الرئيس مرسي خلال المرحله بل انه دعا لهذه الانتخابات الرئاسيه المبكره لانه كان يخشى حدوث انقلاب عسكري يدخل بينا فيما نحن فيه الان وما نحن نراه الان بالاضافه الى ان هذا الموقف كان متكرر باننا نزلنا في 30 6 ودعينا للنزول في 30 6 وكنا رافضين لما حدث في 3 7 ثم انضممنا في 4 7 حتى نعيد المسار للشرعيه الشعبيه مره اخرى وطلبنا بان يخضع هذه خارطه طريق للاستفتاء لان الاصل عندنا انه انقلاب على الاراده الشعبيه التي أرادت انتخابات رئاسيه مبكره لم ترد سيطره من العسكريين ولم ولم تريد ان ياتي بخارطه طريق غير ما طلبناه من انتخابات رئاسيه مبكره مواقفنا واضحه نرفض الدم ولا نرى اي غطاء سياسي يبرر وجود مساحه مهدره من الدماء ولا نرى اي مبرر سواء جماهيري او مبرر شعبي مصطنع يجعلنا نخرج عن قواعد العدل في الحصول على محاكمات حره محاكمات نزيهه لكل من اجرم واخطا في حق هذا الوطن. شكرا السؤال الثالث استاذ مصطفى السويسي من حركه تمرد المتحدث باسمها انتم في حركه تمرد كنتم على قلب رجل واحد. لكن دلوقتي الوضع اختلف الحقيقة بتقول انك محمود بدر مؤسس حركة تمرد فقط المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب الرئيس وان زملائك حسن شاهين ومحمد عبد العزيز بيأيدوا ترشح الاستاذ حمدين صباحي ليه حصل انقسام في حركة تمرد طيب خلينا اقول الاول انه يوم 23 7 يوم 23 12 2013 كان في اجتماع لمجموعه المؤسسين اللي هم محمود بدر وحسن شهيد ومحمد عبد العزيز ومي وهبه ومصطفى السويسي وياسمين الجيوشي اه اجتمعنا لبحث مساله دعمنا لشخص بعينه في انتخابات الرئاسه واصدرنا بيان في اليوم ده وقلنا انه في حالة ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي سندعمه اه وكنا يعني ماشيين على نفس الخط ده لحد يوم الجمعه اللي فاتت لما نشرت بعض الصحف آه انه في اعضاء من حركه تمرد لا يدعمون المشير السيسي آه احنا سالنا الاعضاء دول اللي هم حس اللي هو حسن شاهين تحديدا مش محمد عبد العزيز وقال ان ده مش صحيح واجتمعنا في شبين القناطر عند محمود بد بحضور 17 مكتب تنفيذي من مختلف المحافظات أه وأقرنا في النهاية بعد اجتماع 10 ساعات أن الحركة ستدعم المشير السيسي حال ترشحه وأن احنا بنطالبه بأنه يتبنى برنامج وفريق رئاسي معبرين عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكان الاجتماع بحضور محمد عبد العزيز وحسن شاهين وفي النهاية هتف حسن شاهين للمشير السيسي ومحمد عبد العزيز ما كانش عنده أي مانع لترشح المشير السيسي لكن احنا فوجئنا واندهشنا ان امبارح محمد عبد العزيز وحسن شاهين وزميلين اخرين موجودين في مؤتمر دعم حمدين صباحي انا بقول انه من حق اي حد انه هو يترشح لرئاسه كما انه من حق اي حد انه يدعم من يرى فيه انه الشخص المناسب كرئيس للجمهوريه. لكن محمد عبد العزيز وحسن شاهين هم قياديين في حركه التمرد ومتحدثين باسمها ما كانش ينفع ان هم يطلعوا بالمنظر ده خصوصا ان هم قدام اعضائهم وقدام المكاتب التنفيذيه كلها قالوا ان هم مع السيسي فانا مش قادر افسر هم ليه عملوا الموقف ده انا شايف ان دي ما ان هم ما عندهمش الشجاعه ان هم قدام الناس او الاعضاء والمكاتب التنفيذيه ان هم يقولوا ان هم مع حمدين صباحي خصوصا ان هم بيدعوا ان المكاتب التنفيذيه مع حمدين صباح وده مش صحيح اه اطلاقا اه مش شايف ان اللي في ده انقسامات بقدر ما هو اختلاف والاختلاف وارد في كل الحركات اه شكرا وقتنا انتهى السؤال الثالث استاذ فكري نبيل عضو المكتب السياسي لحزب مصر القويه هل ممكن تدعمه مرشح اخر في انتخابات الرئاسه؟ وفقا للقرار اللي اتخذته الهيئه العليا للحزب اننا هندرس وبعد غلق باب الترشح هندرس ايه هو اللي موجود وهنخرج بعد كده قرارنا ايا كان بالمشاركه في عمليه الانتخابات بدعم احد المرشحين اللي لازم يكون محسوب على الثوره او بعدم المشاركه على الاطلاق. السؤال الرابع الاستاذ مصطفى السويسي البعض بيقول ان حركه تمرد صناعه اجهزه امنيه وكان الهدف منها اسقاط الدكتور محمد مرسي. وبتستغل الان وبتشتغل في فكره تهيئه الراي العام للقرارات اللي عايزاها السلطه الحاليه، ايه تعليقك؟ طيب اذا كانت حركه تمرد صناعه اجهزه امنيه ومخابرات زي ما بيدعوا وبيقولوا آه ما كناش شفنا الاختلاف اللي حصل ده ما بين محمد عبد العزيز وحسن شاهين ومحمود بدر وانا يعني اكيد ده ما كانش هيحصل وكان هيبقى التوجه واحد في اتجاه السلطه زي ما بيقال زي ما بيقال لو كنا فعلا في اتجاه السلطه على طول الخط ما كناش عارضنا قانون التظاهر ما كناش طالبنا في وقت من الاوقات باقاله محمد ابراهيم وزير الداخليه كل دي يعني ادعاءات كاذبه لا اساس لها وما فيش يعني مش صحيحه بالمره وما فيش حد ما فيش حد عنده حجه قويه ان هو يثبت ده يعني ده مش حقيقي خالص بس فقط <applause> يعني انا ما يعني ما هو ما يعني ما فيش ما اي مبرر يعني انا ما اقدرش اقول غير ان هي مش صحيحه لكن هجيب دليل منين مثلا ان انا مش بتعامل مع مع الاجهزه الامنيه يعني ما يعني مش صحيح لو في تعامل فعلا مع الاجهزه الامنيه وان احنا مع الدوله على طول الخط ما كناش عرضناهم في بعض القرارات وما كانش في انقسام حصل عندنا او اختلافات حصلت عندنا شكرا الإجابة الأستاذ فكر النبيل البعض شايف أن حزب مصر القوية أصبح الظهير السياسي الآن لجماعة الإخوان المسلمين وأن قناع المعارضة للإخوان سقط وبتحاولوا تكسبوا أصوات الإخوان الآن إيه ردك على هذا الكلام أصوات الإخوان الكل يعلم أن الإخوان أصواتهم ما زالت تنادي بالشرعية الكل يعلم أن الإخوان أصواتهم لم تذهب لا في استفتاء ولا في انتخابات قادمة إلى أي شيء الكل يعلم والسياسيين قبلهم أن الإخوان لن يأخذوا أي خطوة الأمام قبل أن تحدث مفاوضات واتفاقات حقيقية مع السلطة الحالية موقف حزب مصر القوية مختلف تماما عن موقف الإخوان المسلمين شاركنا في 30 ستة دعونا الاستفتاء على خريطة الطريق رفضنا الدم الذي سال من كل الأطراف كنا جزء من الاستفتاء على هذا الدستور وكنا نتمنى ان يخل بيننا وبين الناس كنا نتمنى ان نصل بارائنا للناس لاننا رافضين هذا الدستور ودعي وبالفعل دعينا الناس لانهم يشاركوا بلا على هذا الدستور ولكن قمع السلطه الحاليه واعتقال اعضاء الحزب اثناء قيامهم بالدعايه للاله الدستور هو كان السبب الرئيسي لانسحابنا من عمليه الدستور نفسها ثم اتت الانتخابات الرئاسيه بكل ما نراه من قمع للحريات وبكل ما نراه من ممارسه غير منضبطه للسلطه الحاليه وبكل ما رايناه من ان مؤسسه الدوله بتدفع بتفوض مرشح منها الجيش بيفوض رأس منه عشان يخش ياخد السلطه وكأنه يصنع حاله انقسام بين الجيش وباقي المؤسسات او يهدد اي منافس بانه سينقلب عليه، بالتالي كل هذه الاجواء تخلينا نقاطع العمليه السياسيه ولكن تخلينا نرفض العم... نرفض هذه الممارسه السياسيه ولكننا موجودين داخل العمليه السياسيه ومتواجدين فيها بقوه والكل يعلم ان الاخوان المسلمين قد يكون اي مرشح لهم اقرب حتى السيسي نفسه ولكنهم من المستحيل ان يعطوا اصواتهم للدكتور مفتوح او حزب مصر القوي انتهى الجزء الاول من المناظره قبل ان اخرج لهذا الفاصل من حقك تساله سؤال الان فيما قال من قبل في خلال الأربع اسئله الماضيه والاجابه في دقيقتين وايضا من حقك تساله سؤال والاجابه ايضا في دقيقتين ابدا سؤالك اتفضل انا عايز اعرف بما انك شاركت في 30 يونيو وحزب مصر القوي شارك في 30 يونيو والدكتور عبد المنعم أبو فتوح شارك هو كمان و... وانتم مش موافقين على اللي حصل يوم 3/7 على حسب كلام حضرتك ازاي الدكتور عبد المنعم فتوح كان قاعد يوم 4/7 تحديدا مع المجموعه اللي وضعت خريطه الطريق تمام آه واعلن ان هو موافق على خريطه الطريق وانه آه ضد الاخوان وضد الاصوات اللي بتنادي بعودتهم ودلوقتي حضرتك بتقول ان انتم مش مع خريطه الطريق او انتم ما شاركتوش في العمليه دي وده انقلاب حقيقي آه ده سؤال سؤال ده. ده. انتهى ده. الاجابه دقيقتين اتفضل كنا وما زلنا نرفض عوده الاخوان ونرفض ممارساتهم التي ادت الى كل هذا الفشل الذي نحن فيه الان. الدكتور عبد المنعم الفتوح بالتاكيد حضرتك تعلم ان حدثت اتصالات به كثيره ليكون مشارك في مشهد 3/7 ولكنه رفضوا تماما لان تعريف هذا المشهد سياسيا احببناه او لم نحبه انه انقلاب. تواجده يوم أربعة سبعة كان حريصا على ان يدفع للمسار الديمقراطي مره اخرى وكان حريصا مثله مثل الدكتور البلدعي لو حضرتك تذكر الاجتماع على الا يقصى احد من المعادله السياسيه وكان حريصا على انه يدفع خريطه الطريق دي لان تعرض على استفتاء شعبي ما ان قبلها الشعب اصبحت ملزمه للجميع واولهم حزب مصر القويه. في هذه كان ظننا وكان اجتهادنا ان عند وجود انقلاب مثل 3/7 ان كان يحمل نيه حسنه لابد ان ندفع ونرشد لتعود للاتجاه المسار الديمقراطي ونتجنب اقصاء اي احد يؤدي الى توابع سياسيه واجتماعيه تضر بالمجتمع وتضر باستقرار هذا البلد مثل الذي نحن فيه الان ولكن عندما لم يجد قبولا ولم يسمع له صوت وراى هند مستمر للمضي قدما في نفس السكة دي امتنعنا عن حضور أي لقاء بعدها ونتشرف بموقفنا والأهداف التي دفعنا بها في أربعة سبعة واستمرنا على الدفع بها حتى ساءت الظروف إلى ما نحن عليه حان الآن تبادل الأسئلة حزب مصر القوية يوجه سؤال إلى حركة تمرد والإجابة بعد إذنكم في دقيقتين تفضل السؤال بوضوح حركة تمرد بنقرأ كثيرا عن الانقسامات الترشيح السيسي أو ترشيح الأستاذ حمدين بالإضافة إلى نقطة مهمة حركة تمرد نفسها دعت الانتخابات الرئاسية مبكرة في 30 ثم وافقت على خريطة الطريق في 3 سبعة تأتي بانتخابات برلمان بعد تعديلات دستورية ثم عادت حركة تمرد توافق على انتخابات الرئاسية أولا في ظل هذا التغير في المواقف تبعا للأهواء التي تخرج من سلطة الدولة من الصعب ان نجزم ان حركه التمرد ليست مستخدمه من قبل اجهزه امنيه مش عايز اقول اجهزه امنيه اللي صنعتها ولكنها ليست مستخدمه من قبل اجهزه امنيه فبماذا تفسر كل هذا التغير في الموجات الذي تنطلق من اقصى اليمين الى اقصى اليسار كالبندول اتفضل آه. خليني اقول ان تمرد دعت فعلا قبل 30 يونيو الانتخابات الرئاسيه المبكره ده رقم واحد، رقم اتنين يوم ثلاثة سبعة لما قعد ممثلين عن حركة تمرد مع الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، ما كانوش لوحدهم، كان في شركاء، كان في الدكتور أحمد الطيب والبابا تادرس والدكتور محمد البرادعي وكان في الدكتور جلال مر عن حزب النور وآخرين. أه ولما الفريق عبد الفتاح السيسي قال البيان قال وقد قرر المجتمعون ما قالش وقد قررت حركه التمرد تمام فحركه التمرد خريطه طريق ما كانش ما كانش قرارها لوحدها أه كان في مشاركين فيه احنا كنا شايفين الانتخابات الرئاسيه المبكره هي اولا لكن يعني أه احنا دايما في الاول فتره المجلس العسكري كنا بنلوم على اننا ما عملناش الدستور الاول واننا ما فيش قاعده رئيسيه احنا ماشيين عليها لذلك كنا بنقول ان الاخطاء اللي احنا كنا ماشيين فيها دي كلها بسبب عدم اقرار الدستور اولا فكان خطوه الدستور الاول دي كانت مهمه جدا واعتقد ان كلنا متفقين عليها بعد كده يوم 23 12 اصدرنا بيان وقلنا ان احنا بنفضل الانتخابات الرئاسيه اولا واذا ترشح الفريق السيسي وقتها كان فريق يعني اذا ترشح سند عام فما اظنش ان في تغير في المواقف احنا آه كنا ثابتين على الموقف من البدايه لما كنا بنقول الدستور الاول لان هو ده القاعده اللي بتحدد العلاقه ما بيننا وما بين الحاكم اللي هيجي لنا بعد كده آه ثابتين على ان احنا عايزين انتخابات رئاسيه مبكرا الاول فقلنا ان الانتخابات الرئاسيه قبل البرلمانيه فما فيش تغير اما عن حته يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها وقلت ان ده آه بيخلي عندكم شكوك ان احنا في اجهزه امنيه بتحركنا انا شايف ان ده ملوش علاقه بالسؤال اساس شكرا علي الاجابه انتهي الجزء الاول من المناظره بين حركه تمرد وحزب مصر القويه حول موضوع الموافقه من عدمه علي ترشح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهوريه بعد الفاصل نستكمل هذه المناظره ارجوكم تابعونا اهلا بكم من جديد في هذه المناظره الساخنه بين حركه تمرد وحزب مصر القويه حول ترشح المشير عبد الفتاح السيسي من عدمه في انتخابات الرئاسه تمرد تؤيد مصر القويه ترفض ممثلا لتمرد الاستاذ مصطفى السويسي ممثلا لمصر القويه الاستاذ فكري نبيل ونبدا المناظره كنا في الجزء الاول الاسئله والاجابه في دقيقتين في الجزء الثاني السؤال الإجابة في دقيقة واحدة محتاجين نختصر شوية في الإجابات عشان نقدر نصل إلى الهدف اللي احنا عايزين نوصل له في الآخر بتوصيل الأفكار السؤال الأول الأستاذ مصطفى السويسي أنتم كنتم مع مدنية الدولة كحركة تمرد مش خايفين يجي مرشح عسكري ضد هذه المدنية تفضل طيب يعني هو مش معنى وجود مرشح عسكري على راس السلطه ان ده خلال بمدنيه الدوله آه خلينا نقول ايه هي قواعد مدنيه الدوله مدنيه الدوله تعني المساواه بين المواطنين لا فرق بينهم على اساس الدين او اللون او الجنس او العرق أو أو, او 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 مدنيه الدوله تعني ان يحصل كل مواطن على حقه في السكن والعمل آه والغذاء والتعليم وهكذا آه يعني دي معايير عامه لمدنيه الدوله اذا أتى المشير عبد الفتاح السيسي وهو رجل عسكري وخلع زيه العسكري وترشح للأسف فهو مرشح مدني تمام يعني بالشكل الظاهر هو مرشح مدني لكن هيطلق عليه إنه هو كان مرشح عسكري اذا اتى وحقق يعني واعطى لكل مواطن حقه في الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه والاستقلال الوطني زي ما احنا بنطالب فاذا دي معايير فعلا تحقق مدنية الدولة خلينا نقول ان في رؤساء شفناهم عالميين زي شارل دوغول في فرنسا كان عسكري ولكن كان حكم مدني ايزنهاور في امريكا كان عسكري ولكن كان حكم مدني خلينا نقول ان عبد جمال عبد الناصر شكرا نصر. وقتنا انتهى السؤال الموجه الان لحزب مصر القوية الاستاذ فكر نبيل كتير من المصريين طالبوا بترشيح المشير السيسي بالترشح مش مفروض ان ارادة الشعب هي الحكم ليه مش عايزين تعترفوا بارادة بعض الشعب المصري وتأييده للمشير السيسي نعترف بارادة الشعب المصري ونقرها ولكن هذه الارادة يجب ان تكون مسندة بشرعية قانونية او بشرعية شعبية واضحة لو هتقول لي في كتير طلبوا بترشحه ففي كتير طلبوا بعدم ترشحه ولكن تأتي حكمة الموقف وأولوية الدولة في المقام الأول عندما يكون ترشحه يهدد استقرار الدولة ويهدد أن حالة الاستقطاب دي تستمر فمن الأفضل أن يخرج المشير السيسي خارج المشهد ال 86 مليون مصري أكيد فيهم من هو يصلح أكثر من المشير السيسي بالإضافة إلى أن واضح للجميع ومرصود للجميع أن اختيار الناس للمشير السيسي كان بدافع سحابة الخوف التي صنعت في البادئ وهماً ثم ابتدت بدات ان تتحول لحقيقه واقعه على الارض فالناس تختار بدافع الامان وليس لاختيار يستطيع الحكماء ان يقول ان له وجاهه تستند عليها هذه الاراده السؤال السادس لحركة التمرد أستاذ مصطفى السويسي البعض بيقول أن عدد من أعضاء حركة التمرد بيأيدوا المشير السيسي علشان طمعانين في منصب بعد الانتخابات أو علشان تضمنوا مقاعد في البرلمان القادم إيه ردك؟ هي البرلمان القادم هيكون عن طريق انتخابات مش هيكون بالتسكيه ولا بالتعيين فاذا كانت حركه التمرد هتخوض الانتخابات فالناس هي اللي هتقرر اذا كانت تنتخبهم ولا لا يعني المناصب يعني ما اعتقدش ان احنا يعني ما فيش اصلا وعود لينا بان احنا هنحصل على مناصب حال دعم المشير السيسي ده مش راينا حتى لوحدنا ولا احنا اللي دفعنا الناس لان هم ينتخبوا المشير السيسي بل ان الناس هي اللي دفعتنا لان احنا نسير خلفهم زي ما احنا بنسير خلفهم دايما لانتخاب المشير السيسي قطاع واسع جدا هو الاغلب في الشعب المصري يؤيد المشير السيسي هل القطاع ده كله راغب في مناصب وراغب في الحصول على مقاعد في مجلس الشعب مثلا ولا هي حركه تمرد بما انها هي بتدعم ده يبقى كده ما هو لو هنتكلم بنفس الموقف كمان لو الدكتور عبد المنعم ابو فتوح ترشح لانتخابات الرئاسه وهناك فريق بيدعمه نقدر نقول ان الفريق الذي يدعمه ده طامع في مناصب وطامع في مكاسب اذا اتى ف... اذا الدكتور عبد المنعم فتوح على راس السلطه، كذلك حمدين صباحي كذلك ومؤيديه طبعا وكذلك اي مرشح اخر، فمن حقنا ان احنا ندعم اي حد ومش من حق اي حد ان هو يطعن في نزاهتنا وانه يطعن آه في, آه في, في في حقنا في دعم شكرا السؤال سؤال استاذ فكري نبيل حزب مصر القويه، البعض بيقول ان الدكتور عبد المنعم الفتوح اداه منفذه لتعليمات التنظيم الدولي لجماعه الاخوان الصادره اليه وان تنظيم الدولي للاخوان عقد مؤخرا مؤتمر في لاهور بباكستان لاعداد الدكتور ابو الفتوح لدفعه كمرشح للتيار الاسلامي السياسي في الانتخابات الرئيسيه القادمه، رد حضرتك ايه؟ في حد علم حزب مصر القويه وفي الواقع وكما هو واضح للجميع لا يوجد اي اتصال بين الدكتور عبد المنعم الفتوح او تنظيم الاخوان المسلمين سواء في الداخل او في الخارج، تنظيم الاخوان المسلمين ما زال موجود وهم ادرى بحواراتهم ومفاوضاتهم مع السلطه وهم القدرة ينفذوا اللي هم عايزينه فيها ولكن واقع الحال مع الدكتور عبد المنعم مفتوح أنه كما أعلننا في مؤتمرنا الصحفي لن يتقدم الحزب مع أي مرشح فبالتالي لو كان هذا الكلام صحيح كان من الأفضل ساعتها أن ينضم الدكتور عبد المنعم مفتوح للتحالف المنادي بالشرعية ويترشح عنهم ولكن هذا لم يحدث بالإضافة إلى إننا لو راجعنا تاريخ الحملة القصير ستجد أن أكثر الطائرات التي كانت تسعى لتشويه الدكتور عبد المنعم مفتوح كانت الحمله المنافسه الخارجه من جماعه الاخوان المسلمين ولم يؤيدوه ونعتقد اصلا ان في فيديوهات شهيره بتقول ان لو ترشح عبد المنعم مفتوح هيقفل المساجد وهيمنع ستات من الحجاب شكرا انتهى وقتنا, انت وقتنا السؤال السابع استاذ مصطفى السويسي بعد 25 يناير انضممت لحمله الدكتور محمد البرادعي وبعدها انضممت لحركه دعم الاستاذ حمدين صباحي والتيار الشعبي والان انت تؤيد المشير السيسي انت ليه بتغير موقفك لا انا قبل 25 بشكل مستمر اه لا قبل 25 يناير في 2010 تحديدا وكان عندي 17 سنه كنت في حمله دعم الدكتور محمد البرادعي ايام ما كان المصريين كلهم في حمله دعم الدكتور محمد البرادعي او المهتمين بالعمل السياسي عشان بس ايه ما بقاش بعمم كانوا في حمله دعم الدكتور البرادعي آه اللي هو بيان التغيير لما كنا بنجمع توقعات على بيان التغيير م. بعد الثوره انضممت لحمله حمدين صباحي ده لاني لأ انا نصيري وحمدين صباحي كان بيعبر عن توجهاتي لحد وقت يعني قريب جدا انا كنت مع حمدين صباحي غيرت رايي ليه خليني اقول ان انا كنت مع ح... كنت كنت في اجتماع مع حمدين صباحي انا واثنين من زملائي كانوا في التيار الشعبي وعرضت وجهه نظري على حمدين وقلت له إنه, انه اذا ترشح المشير السيسي ما ينفعش انت تترشح المشير السيسي ورا ظهير شعبي ولازم كلنا نقف ونلتف حواليه علشان نعبر المرحله دي وهو اتفق معايا وقال لي ان احنا لازم نشاركه في وضع البرنامج بتاعه فاذا كان حد لازم يسال عن تغيير مواقفه فهو ممكن يسال حمدين صباح ممكن يسال محمد البرادعي اللي ساب المركب وهرب بره مصر بما, بما انه شكرا على السؤال السابع الاستاذ فكري نبيل حزب مصر القويه البعض بيقول ان هناك خلافات في حزب مصر القويه حول الموقف من المشير السيسي و30 يونيو بدليل ان السيد محمد المهندس عضو المكتب السياسي لحزب مصر القويه قال ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح اخطا في بعض تصريحاته عن المشير السيسي تعقيبك ايه تفضل لا يوجد اي خلافات في الحزب على المستوى القيادي او القاعدي من اتجاه انتخابات الرئاسه كلها مراحل صناعه القرار نتبادل فيها الراي والسجالات وكل الاراء لها اوجه نظر قويه تصريح الاستاذ محمد المهندس عضو المكتب السياسي عن هذا كان يرى ان اولويه الحديث لا تستوجب من الدكتور ابو الفتوح ان يستشهد بنقاء الذمة المالية وطهارة الذمة المالية للفريق السيسي وكان من الافضل ان فيما نعلمه ان هذا الرجل ليس عليه اي جريمه ماليه وليس له اي مخالفات ماليه ولكن كان هذا من الطبيعي ومن المرجو ان يكون من كل قيادات الجيش المصري وبالتالي ليست نقطه يضعها في جمله اعتراضيه يتم اقتزائها من الاعلام بهدف تشويه الدكتور الدكتور جاءت في سياق انه صحيح ذمته الماليه نظيفه ولكنه متورط فيما تم من مذابح وخلافه وبالتالي هي كانت جمله في سياق مكتمل لا يصح اقتزائها وجهه نظر محمد مهندس ان كان لا داعي لها من الدكتور لان ده الطبيعي شكرا وكان وقتك انتهى السؤال الثامن الاستاذ مصطفى السويسي حركة التمرد قلت ان الرئيس القادم يجب ان يضع في برنامجه خطه لمكافحه الارهاب انت مع الحل الامني للازمه السياسيه ولا مع الحل السياسي وهل توافق على المصالحه تفضل طيب الحل مع الارهاب ما هوش امني فقط تمام الحل الامني ضروره طبعا ولكن خليني انا استقي من فكري واقول انه انا كنصري مؤمن بان محاربه الارهاب ليست محاربه امنيه فقط ولكنها محاربه فكريه مح... محاربه فكريه محاربة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كمان آه خليني اقول انه احنا لازم نشوف مستوى ثقافي زي ما كنا بنشوف في الستينيات فيطلع لنا شعراء زي عبد الرحمن الابنودي وادباء زي توفيق الحكيم و وعايزين نشوف مستوى تعليمي مرتفع فنشوف ولادنا بيتعلموا تعليم محترم ونز... وفعلا الرئيس اللي جاي يقر نسبه التعليم والصحه في الموازنه العامه ونشوف مستوى صحي محترم عايزين عايزين نشوف كمان امننا قوي لكن ما يستقواش على حد المصريين يهتموا فيه فعلا يعني كل جوانب الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه لازم يكون فيها تغيير جذري عشان نقدر نقضي على الارهاب، النهارده الارهابيين اللي بيحاولوا يقنعوا الناس بان هم لا مسلمين وان الدوله فعلا ما حققتش حاجه، اه الدوله فعلا ما حققتش حاجه وهم عندهم حق ان هم يستخدموا دي كذريعه شكرا أنت يعني. انتهى، السؤال الثامن الاستاذ فكري نبيل، ايه رايك في اللي بيعمله الاخوان في الشارع وازاي يحصل مصالحه في هذه الاجواء؟ آه هذه الاجواء من جميع الاطراف آه من مظاهرات الاخوان المستمره ومن تعنت السلطه المستمر آه لا يسعى لا يتجه بنا نحو المصالحه ولكن حتى نكون آه منصفين السلطه تغلق جميع الابواب السلطة هي الآن من يملك القوة ومن يملك مقاليد الحكم وبالتالي يجب عليها أن تكون الطرف الأعقل والطرف المبادر ما يحدث من من الإخوان أو من غيرهم مما ينتج عنه أي ممارسات عنف أو أي ممارسات تضر بالأمن في الشارع هو مرفوض شكلا وموضوعا ولكن حتى الآن لم أرى من جانب السلطة تحقيقا مفصلا وتطبيقا احترافيا للوضع الأمني حتى نتلافى حدوث اي اي ممارسات عنف تخل بالوضع الامني بالاضافه الى ان القوانين التي وضعتها السلطه هي قوانين قمعيه بالاساس لا تفرق بين المتظاهر السلمي والمتظاهر الذي سيؤدي بمظاهرته الى عنف وبالتالي المسؤوليه في المقام الاول والاخير شكرا وقتك انتهى وجاء الان وقت تبادل الاسئله قبل التعقيبات النهائيه السؤال الأول موجه من الأستاذ مصطفى والإجابة حتكون في دقيقتين ثم يليه سؤال من الأستاذ فكري والأستاذ مصطفى يرد أيضا في دقيقتين اتفضل سؤالك طيب عايز أقول أنه يعني إيه الضمانة أنت بتقول أن المرشح العسكري أنت قلت تقريبا أنه ضد ضد, ضد توجهات الثورة تمام يعني أو ده حزب دعوات حزب مصر القوية أنه ضد توجهات الثورة تمام ايه الضمانه انه لو جه رئيس إيه مدني ما يستبدش يعني ويكون ديمقراطي بشكل حقيقي احنا شفنا محمد مرسي هو توصيفه ان هو مدني ولكن حكمه كان مستبد ما كانش له علاقه بالدوله المدنيه ايه الضمانه بقى انه لما يجي حد تاني يكون ويبقى مدني يكون مش مستبد يعني وديمقراطي اولا هو هو للدقه انا لم اذكر تحديدا ان المرشح العسكري اللي ضد مبدا الثوره ولكن خليني, خليني اقولها بوضوح ان ترشيح الفريق السيسي تحديدا وليس اي مرشح عسكري ترشيح المشير السيسي تحديدا سيكون انتكاسه في المسار اللي احنا عايزين نتحرك فيه من مصالحه جامعه ومن أن ننأى بمؤسسات الدولة عن التحيز لمرشح بذاته الضمانة أن أي مرشح هيجي سواء مدني أو عسكري يكون في صف لا ينشئ حالة من الاستبداد هو الشعب بذاته مرسي ظهرت من أداءاته ملامح تشير إلى أنه يتجه نحو الاستبداد وكانت النتيجة 30 وحالة الغضب العارم اللي دعمها الشعب في 30 ولكن خلينا أقول أن الممارسات التي أتت من مرسي أتى أضعاف أضعافها من السلطة الحالية ورأينا آخرها في 25 يناير 2014 من حاول الاحتجاج او التظاهر او حتى تعليق بوستر لا للدستور باعتباره احد منتجات هذه السلطه كان نصيبه الاعتقال عدد المعتقلين في السجون اللي تجاوز 20 الف حسب الاحصاءات تجاوزها بكثير عدد من ماتوا منذ منذ ثلاثه سبعه وحتي الان في حاله من الانفلات الامني وعدم الانضباط في الاداء الاحترافي لجهاز الامن الداخلي بيثبت ان ما نحن فيه الان هي عمليه قمع وعمليه استبداد مطلق ومع ذلك لا يملك الشعب او لا يملك الشعب القدره المنصفه التي يستطيع الخروج بها كما خرج على مرسي، بالتالي الضمانه هي الشعب والضمانه هي ان تظل المسارات الديمقراطيه مفتوحه دون ان يحتكرها احد او يسيطر عليها احد بالقبضه الامنيه او بانحياز مؤسسات الدوله لشخص بذاته. جاء الان دورك في توجيه سؤال للاستاذ مصطفى السويسي والاجابه في دقيقتين. حضرتك ذكرت معايير مدنيه الدوله وقلت حاجات كتيره كده ان رئيس يطبق كذا ويطبق كذا ولكن ما هو متفق عليه اكاديميا وفي الوعي من معايير مدنيه للدوله تختلف عما ذكرته، تاني كيف يكون معايير لمدنيه الدوله برئيس عسكري يحكم بخبره عسكريه وباجراءات استثنائيه وبقبضه امنيه وبقوانين قمعيه مثل قانون التظاهر وقانون الارهاب مفتوحه المجال وواسعه للسيطره على اي احد وتتركها لضمير الرجل الممارس للمهام الامنيه. طيب حضرتك انت بتقول أنه بيحكم باجراءات استثنائيه، انا ما شفتش لا انتخابات رئاسيه اجريت ولا المشير فتاح السيسي برئيس جمهوريه، اذا لما يجي عبد الفتاح السيسي ويحكم باجراءات استثنائيه من حقك ان انت تعارضه اه معايير مدنيه الدوله مش انه ما يكونش فيها راجل عسكري، فرنسا وامريكا، امريكا اللي هي صدرت حقوق الانسان واقرت مدنيه الدوله يمكن هي اول بلد قالت ان مد... يعني هي اللي قالت هي اللي عملت الاعلان العالمي لحقوق الانسان او شاركت في وضعه وحطت معايير مدنيه الدوله، حكمها عسكريين واخرهم مثلا جورج بوش و... جورج بوش مثلا وكان كلينتون عسكري، الناس دي كانت عسكريين فمنين المعايير دي جبتها؟ انا ما اعرفش يعني بس هذه الاجابه يعني ما هو معاك وقت لسه لو عايز تكمل يعني لا ما هو كده كفايه هو بيقول لي ان المعايير ما يكونش فيه عسكري اذا كانت امريكا نفسها ام الحريات والديمقراطيات زي ما بتدعي رؤسائها عسكريين ليها اكتر من من رئيس عسكري واخرهم جورج بوش يبقى احنا منين هنا فين المعايير اذا جاء وقت التعقيبات تعقيبات نهائيه من حق كل طرف من اطراف المناظره ان يعقب على كلام الاخر في حدود دقيقتين حضرتك ليك دقيقتين ثم نختتم بالاستاذ فكري دقيقتين اتفضل هو قال ان المشير السيسي فشل في في تامين البلاد وان في حاله من الانفجارات بتسود حاليا والارهاب بيتمدد وهكذا وهو ما ادانش الارهاب ده اطلاقا يعني على حسب ما احنا سمعنا بقدر ما هو ادان السلطه في تقصيرها طبعا السلطه مقصره ما حدش يقدر ينكر ده لكن خلينا نقول ان السلطه ليها نجاحات على المستوى الامني زي تامين الاستفتاء مثلا زي ما احنا بنشوف ال الاجراءات الامنيه المشدده على الطرق و و و زي ما بنشوف يعني احنا كل يوم بنشوف ان ابطال مفعول القنبله الفلانيه في الحته الفلانيه فالسلطه اكيد مش هتقدر تمنع عنف بشكل كامل لكن هتقدر تقلل خطورته وثم انت جيت بعد كده قلت انه وجود الفريق السيسي على راس السلطه ده رده لما قبل 25 يناير ورده عن خريطه الطريق ورده عن الثوره المصريه ثم ذكرت بعد كده انه الشعب المصري هو الضمانه لعدم وجود استبداد فيما بعد فاذا كان الشعب المصري هو الضمانه فعلا لعدم وجود استبداد فعليك ان تقبل بان يكون المشيع فتحي السيسي هو رئيس الجمهوريه القادمه تعقيبك استاذ فكر اتفضل يبدو ان في دقيقتين من فضلك يبدو ان الكلام ما كانش على نفس القدر من الوضوح خلينا نتكلم ان احنا قلنا ان احنا بندير اي اعمال عنف ت... ندين اي اعمال عنف بتصدر من اي طرف من الاطراف في الشارع ونرفضها على اي حد سواء ودي جمله ذكرتها نصا النقطه الاهم ان انا قلت منذ ان ادعى الفريق السيسي حربه على حربه على الارهاب واحنا شفنا ارهاب حقيقي بدا يترجم ويحدث في الشارع والا فانا اطلب شهاده الناس كلها اي الاوضاع كانت اكثر استقرارا واكثر امنا مصر قبل 3 7 مصر قبل 14 8 مصر الان ايهما كان الامن ستجد ان الاسوا على الاطلاق هو الان فشل أداءات الفريق السيسي في تامين السلطه هنبص على سيناء هتجد الوضع الامني في سيناء مزريا لو متواصلين مع محافظه شمال سيناء وجنوب سيناء هتعرفوا الاوضاع هناك عامله ازاي الاداءات الامنيه في الشارع الانفجارات اللي بقت في م... في مكان مديريات الامن حتى اننا وصلنا انهم بقوا بيقفلوا شوارع رئيسيه زي شارع الهرم عشان يامنوا مقرتهم فاحنا وصلنا لمستوى تردي امني اكبر بكثير مما كان قبل الدعوه بالحرب على الارهاب النقطه الثانيه فيما يخص معايير الدولة المدنيه معايير الدوله المدنيه لم اذكر نصا تحديدا ان يكون الرئيس عسكري او لا ولكن معايير الدوله المدنيه ان ياتي الرئيس بانتخاب حر ديمقراطي والا يكون محتفظا بمنصبه العسكري عند خوضه انتخابات الرئاسه الاجراءات الاستثنائيه اللي انا بتكلم فيها هي القنوات المفتوحه في الدستور لقمع الحريات ولتحديد العداله الاجتماعيه وخنقها طبقا لما يقره القانون ومتروكا للقانون الاجراءات الاستثنائيه في قانون تظاهر موجود الان يتنافى مع الدستور ولا يستطيع احد تعديله الاجراءات الاستثنائيه موجوده في دعاوى سلبيه للحرب على الارهاب لا نرى لها اي صدى غير قتلى ومعتقلين الاجراءات الاستثنائيه اللي بتكلم عنها ان تقوم مؤسسه الدوله وهي مؤسسه الجيش في قلب هذا الوطن الذي دورها الاحترافي ان تحفظ هذا الوطن وتحميه من الهجمات الخارجيه وتحميه من الحروب نجدها تتدخل بشكل سافر في الشان السياسي مما يعرض الجيش نفسه للخطر في لعبه ضد الجيش انتهت المناظره شكرا جزيلا الاستاذ مصطفي السويسي ممثل حركة التمرد شكرا جزيلا الأستاذ فكري نبيل ممثل حزب مصر القوية من قواعد المناظرات ان يتم التصافح بين المتناظرين في نهاية المناظرة من فضلكم سلموا علي بعض دي كانت مناظرتنا النهارده، مناظرة بوضوح زي ما وعدنا حضراتكم هذه المناظرات مناظرات ثابتة أسبوعياً إن شاء الله بإذن الله، ابعتوا على صفحتنا على الفيسبوك أو على موقعنا اللي هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة، آرائكم وأفكاركم في المناظرات اللي تحبوا تشوفوها والمتناظرين اللي تحبوا تستمعوا ليهم. غداً إن شاء الله حلقة جديدة في بوضوح ومواجهة ساخنة بعد فترة اختفاء طويلة جداً يظهر لأول مرة نواجهه بكل تساؤلات. الدكتور عمرو حمزاوي غدا في بوضوح تابعونا اسبوع على خير